ازاي اعمل ارتام على الجيتار؟ انت عزفت يا بتاع البيانول، وجعت دماغنا. اهلا بيكم. ناس كتيرة بتبعت تسأل ارتام الجيتار، ارتام الجيتار، ارتام الجيتار. فعلا سؤال مطلوب، الناس كلها بتسأل انا عاوز اعمل ايقاعات بالجيتار، عاوز اعمل ارتام بالجيتارات. انا اتكلمت في حلقة قبل كده عن الارتام بتاعت الجيتارات، ياريت تراجعها. واحنا النهاردة هنبص على اسلوب جديد خالص نعمل بيه الارتام، افضل من ان انا احفظك ارتام معينة وبعد كده ما فيش، تبقى بقى تقعد تدور على كل شوية حد تحفظ منه. افضل من كده 100 مره ان انا اعلمك تعمل ارتام جيتارك ازاي. كل واحد ليه الستايل بتاعه، بس طبعا في روح عامه للارتام بتاعه الجيتار، انما كل واحد ليه ستايله. وساعات الواحد كمان بيعمل ريتم محدش عمله قبل كده قبله، او مثلا عمل ريتم جديد الناس كلها ما استعملتوش، او في ريتم قديم خده طور عليه حته صغيره او استعمله بطريقه معينه خلت الريتم ده ليه طعم تاني مع معزوفاته او مع الستايل بتاع عزفه. فالريتم ده مش حاجه ثابته يا جماعه، ومش حاجه هتلاقي كتاب اسمه كتاب الارتام تاخده تقعد تذاكر منه تحفظ منه خلاص تبقى كده جيتاريست شاطر. ده كلام مش مظبوط. طيب انا هعمل الموضوع ده ازاي؟ انا معايا جهاز صغير كده، ده هيساعدني في الموضوع دوت. الجهاز دوت من شركه اسمها ديجيتك. ديجيتك دي شركه مشهوره بتعمل التاثيرات او المؤثرات الصوتيه بتاعه الجيتار، بتعمل البدلات بتاعه الجيتار. ديجيتك مشهوره بيها بصفه عامه. عامله جهاز جديد نزل في السوق من حوالي مثلا 2015 اول نسخه منه، وبعدين اتعدل التاني في 2016 عملوا واحد، او 2017 عملوا واحد جديد. عباره عن بدال الجيتار بيبقى فيه ايقاع وفي بيز بيتلعب على الايقاع برضو، فكأنك بتعزف مع فرقه لو انت ركبت الكوردات عليها. الجهاز فيه سنسورز بيحس الكوردات دي ماشيه على سلم ايه، يبتدي يحللها ويسجلها، وخلاص طالما بيسجلها ويحللها بيقدر بعد كده يركب خط للبيز جيتار عليه. وطبعا في شويه ايقاعات محدوده عليه، الايقاعات المحدوده دي بتكفيك انك انت تتمرن معاه وتعمل جامينج، او تعمل انك انت التدريب اليومي بتاعك بتقدر تعمله عليه بسهوله، تسرع وتبطئ وتعالج الاخطاء بتاعتك. فهو وسيله تدريب جيده جدا، انا انصح اللي يقدر يجيبه يجيبه. اسمه ديجيتك تريو، في ديجيتك تريو، ديجيتك تريو بلس. التريو في الارتام وكل حاجه، البلس في ارتام وفي كمان مصاحبات، وتقدر تسجل حاجات على كارت او ميموري كارد تاخده تستدعيه في اي وقت تاني انت عاوزه، او تسجله عندك على الكمبيوتر بتاعك. التريو بلس فيه شوية إضافات زيادة في الأرتام، يعني العدد أكبر شوية، بس طبعا يعني حاجة جميلة جدا يعني إن الواحد يبقى عنده وسيلة تدريب بالمنظر ده. طيب أنا هدي البدال دوت أول مجموعة كوردات هلعب بيها، وهيعمل لي أرتام بيها، وأنا الريتم اللي هيعمله لي هوريكم أنا هقدر أشتغل عليه إزاي وأعمل إيقاعي. نشوف الجهاز سجل ايه ونبتدي نشغل الايقاع بتاعنا. دا لا مينير، بعدين ري مينير، بعدين سول ماجير، بعدين دو ماجير. دا Thank you.
طيب نبدا نفكر سوا. طب انا عرفت منين ايه اللي انا عملته دوت او الايقاع ده؟ ان اللي بالظبط انا حللت اي ايقاع اسمعه للبيت الغليظ بتاعه بيسموه عندنا في الشرق الدم، والبيت العكسي بتاعه اللي بيبقى حد اكتر في الصوت بيبقى التك عندنا، زي مثلا في الطبلة دوم وتك. هو في الايقاع بالدرامز بيبقى البيز درام، وبيبقى بالدرام سينير اللي هي بيبقى عليها الاسلاك ديت اللي بتعمل الصوت التشه دي. فاي ايقاع ليه منطقه غليظه وليه منطقه حاده. لو انا عرفت الترتيب بتاعها ده كله بقدر ادخل الجيتار بتاعي بالاوتار الغليظه بتاعته عند البيز، والاوتار الحاده بتاعته عند المنطقه الحاده اللي هي الارتفاع بتاع الايقاع. طيب نسمع دوت تاني. غليظ حد غليظ حد غليظ حد غليظ حد غليظ حد غليظ حد. لو غيرت الايقاع انا ممكن اغير بقى الايقاع بالجهاز دوت اعمله حاجات تانية. شوف مثلا التنويع دي مثلا. تك دوم تك دوم تك. حللت انا الايقاع كده. ممكن اعمل بقى ده شكله هادي شوية. نبدأه تاني. بالستايل دوت انا لعبت اربيجيو. يعني مثلا الكورد بتاعي ما عزفتوش سترام كل مره واحده، عملته بالستايل الكلاسيك. فده ممكن يمشي مع بعض الأغاني الهادية اللي أنا هقدر أعمل فيها مثلا صوت ناعم شوية. ستايل تاني. شفنا العد اختلف تماما لما احنا غيرنا الايقاع. ده ايقاع روك. دوم تك دوم تك دوم تك دوم تك. انا ممكن بقى اعمل ايقاع تاني. يعني احنا عرفنا الايقاع بتاع مثلا الروك او البوب مثلا بيبقى دوم تك دوم تك دوم تك. ممكن ابطئه ممكن اسرعه، في سلو كمان وفي سريع. طيب في ايقاع مثلا زي الريجي، ايقاع الريجي مثلا. ايقاع الريجي ده بيعتمد على انك انت بتعزف الجيتار بتاعك في بيسموها الاوف بيت او البيت العكسي. البيت بيبقى حاجه غليظه وحاجه سريعه، يعني دوم تك. فالروك بيبقى دوم تك دوم تك. طب انا لما بعزف الجيتار بتاعي بعزف البيز
في ايقاع تاني الريجي. الريجي بيبقى عباره عن الاوف بيت على طول. هنعمل واحدة ريجي، هنعمل إيقاع ريجي. بكل بساطة في البيت العكسي اللي هو الاوف بيت، اللي هو استنى ضربة الرجل على الارض، دوم تاك تاك دوم تاك، في حاجة كده مثلا. في ايقاعات تانية كتير قوي، الكشكول بتاع الايقاعات مليان، مفيش حد هيقدر يجمع الايقاعات كلها ويسمعها كلها ويحفظها كلها، مفيش حد بيعمل كده. اللي بيحصل انك انت بتسمع الايقاع وبتقدر تحسه وبتقدر تعبر عنه بالجيتار ده. طبعا في وسائل مساعدة كتير، يعني في كتب فيها مثلا شوية ستايلات اتلعبت، حد لعبها قبل كده الستايلات دي، يعني ما يعني مش معنى ان سانتانا لعب الايقاع دوت ان الايقاع ده هو ده بتاع الصح بتاع الريجي مثلا او بتاع البوسانوفا مثلا، خلاص ما فيش حاجة غيره. لا طبعا، انت كل واحد عنده ستايله وعنده الطريقة اللي هو يقدر يعزف بيها الايقاعات بمزاجه على الاغنية وعلى المود او على المقطوعة وعلى المود اللي هو بيختارها، مش حاجة ثابتة ولا هتبقى حاجة يعني. بس في الاول طبعا انا محتاجك انت عشان تقدر تتمرن بالموضوع دوت وتقدر يخلي عندك الاحساس بتاع انك انت تطلع الايقاع دوت، عايز منك حاجتين. اولا تتمكن من انك انت تعزف كوردات، انت دلوقتي ممكن ما بتعرفش هارموني كتير وما تعرفش تركب كوردات كتير على بعضها، انا عايزك تجيب حاجات من اللي مكتوبة جاهزة، الستايلات اللي ناس عملتها قبل كده وطلع منها اغاني مثلا او طلع منها مقطوعات. ما تعرفش ستايلات او ما تعرفش مكان تطلع منه ستايلات، هات يا اخي اي اغنيه، اي اغنيه بتتعمل عليها الكوردات بتبقى مكتوبه مثلا في نوته موسيقيه، خد النوته ديت اختار واحده سهله وابتدي اعزف الايقاع ده، بس يكون بعد منتظم، عده وعده العكسيه. لو تقدر سجل يعني تك مثلا على ترابيزة او حاجة وسجلها حتى على الموبايل بتاعك، وخلي التسجيل ده يفضل يعيد ويرجع وانت بتعزف معاه، فانت هتلاقي التك دوت بيحيلك كمان بان في ايقاع ماشي، فانت تقدر تنوع بقى، فتقدر تعمل حاجات مثلا بعد ما تعمل الريتم الاساسي تعمل حاجات زي كده مثلا. حاجة التوقيت، كل ما تنزل في الكورد في ميعاده وده الدقة، لو لقيت نفسك بتنزل في وقت تاني مش مظبوط تعرف انك انت لسه شوية عايز الكوردات دي تستوي ببطء اكتر، بطأ السرعة، مش انك ما تعملش حاجة، تبطأ السرعة بتاعت المجموعة دي كلها وتعزف عليها تاني. بعد كده طبعا لما هتركب بقى الكوردات تبتدي بقى تعزف سولوهات بقى زي ما احنا بناخد في الكورس اللي احنا عاملينه في الجزء بتاع الامبروفايزيشن. واشوفكم الحلقة الجاية.